غاندي هذا الزعيم المشهور الهندي الذي حرر الهند من الاستعمار البريطاني يقول في كتابه، وأني أوصي الشباب بقراءة كتابه، لأن كتاب هذا الرجل في الحقيقة كتاب ملهم. إني شخصيا أعتقد أنه مسلم، لأن تلميذين من تلاميذه قال إنه أسلم، أحدهما رئيس الجمهورية الهندية السابق راجندرا برازاد، والثاني محمد علي جناح الرئيس السابق لباكستان. هذان في كتابيهما يشهدان بأنه صار مسلما لكنه ما كان يظهر إسلامه خوفا على حركته. هذا يقول في كتابه، واسم كتابه قصة تجاربي مع الحقيقة. في هذا الكتاب يقول: لولا الله والاعتماد على الله لكنت مجنونا منذ زمان. هذا الرجل الذي تمكن أن يخلص 500 مليون إنسان، كلش هذا شخصية، هذا يقول: لولا الله والاعتقاد بالله لكنت مجنونا منذ زمان.